السلام عليكم، معكم احمد ياراك. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله رانا نهضر فيها على الفاست تشارجين ولا الكويك تشارجين. الو، بارمي لي كريتير اللي يهمو في ان سمارت فون هي لا كاباسيتي تاع لا باتري تاعو، وشحال يشد الوقت باغ اكزومبل قبل ما طيح له لا شارج. الو، كاينه لا تكنولوجي هذه اللي هي الفاست تشارجين ولا الكويك تشارجين، اللي ماهيش اون تكنولوجي جديده اللي خرجت العام هذا ولا اللي قبله، صافي كالكي زاني، مي مازالها ما كاشها في بزاف لي سمارت فون وبزاف لي شارجور. الو، لا تكنولوجي تاع فاست شارجين تخليك تشارجي لا باتري تاع سمارتفون تاعك باردون فوق قليل مقارنة بالشارجيمون نورمال. الو، قبل ما نجي نهضروا على الفاست شارجين نهضروا على الشارجيمون نورمال. دونك شارجيمون تاع اون باتري تاع سمارتفون يفوت ولا يمر بدو فاز. دونك لا بروميير فاز اللي هي من 0 حتى 80%، دونك وين هنا تريسيفي لا باتري تاعك اون غروند كونتيتي تاع لينيرجي. و دوزيام فاز اللي هي بين 80% حتى 100%، وين تريسوفي اون كونتيتي تاع دينرجي قل من اللي كانت تريسوفيها في لا بروميير فاز. دونك سي سا اون جينيرال لو شارجمون تاع اون باتري تاع سمارت فون هكذا فيه دو فاز. هذا هو الوغ الفاز شارجين تركز برينسيبالمون في لا بروميير فاز، دونك من 0 حتى 80%. الوغ باش نهضرو نكومباريو نهضرو على الفاست شارجين، يفو نكومباريوه بلي زوطر ميثود تاع شارجمون. دونك لا بخومييغ ميثود اللي هي بازيك، دونك بون شغل مكاينش بزاف ناس يشارجيو بيها، مي شغل كومام كاين ناس يشارجيو بيها. دونك اللي هي من باغ اكزومبل لو بور يو اس بي تاعك. الوغ جو بونس سيتو عندكم مكاينش خطر باغ اكزومبل بلاصي الكابل تاع شارجور تاعك في بي سي باغ اكزومبل لا في ان بور يو اس بي. الوغ وشفت بلي سابرون بزاف الوقت باش تشارجي لا باتري تاعك. دونك سي لوجيكمون علاش سي لوجيك باردون، علاش باسكو شغل شاك ريسورس ولا تاع الشارجور عنده ان فولتاج وعندو ان امبيراج. دونك لو فولتاج تاع البور يو اس بي سي 5 فولت، وعندو الامبيراج تاع 0.5 امبير. دونك باش تحسب لا بويسونس نديرو هذيك العلاقه تاع الفيزياء هذيك اللي تعلمناها، سي بي ايكال يو فوا اي التوتر في شده التيار. دونك في فوا يو في في فوا اي باردون تعطيك لا بويسونس اون وات. دونك كي تحسب لا بويسونس تاع الجداء تاع 5 0.5 يعطيك 2.5 وات. دونك هذه لا بويسونس اللي شارجي بها بور يو اس بي لا باتري تاعك. بار كونتر لي شارجور موديرن تاع لي سمارت فون عندهم ان فولتاج تاع 5 فولت كيما الاخر اليو اس بي، مي عندهم ان امبيراج طالع سي 2 امبير. دونك كي دير لا بويسونس تعطيك اون بويسونس تاع 10 وات. دونك لي شارجور موديرن تاع لي سمارت فون يشارجيو لا باتري تاعك اون بويسونس تاع 10 وات. الو الفاست شارجين سي سامبل، دونك بون مي سامبل مي بون. دونك انت عندك اون باتري حاب تشارجيها فوق قليل مقارنه بالاخرى، واش لازم دير؟ دونك لازم تزيد في لا بويسونس اللي راك تشارجي بها لا باتري هذيك. دونك واش يزيد؟ دونك عندهم زياده في الفولتاج تاع شارجر. دونك تلقى لي شارجر اللي عندهم فولتاج تاع 9 فولت ولا 12 فولت وكاين كثر من هكذاك، مي لومبيراج ماهوش زايد. دونك كاين اللي عندهم 1.67، كاين 1.7، كاين 1.8، مي سا ديبون. وكون نديرو باغ اكزومبل عندك ان شارجر عنده الفولتاج سي 9 فولت ولومبيراج سي 1.67 راح يعطيك اون بويسونس تاع 15 واط، و بور 2 فولت افيك 1.67 امبير راح يعطيك شحال يعطيك؟ يعطيك 20 واط. دونك سي سا. دونك هادي هي العفسه اللي تيكسبلواتيها على تكنولوجي تاع فاست شارجين. دونك تزيد في الفولتاج تاع الشارجر تاعك. بارمي لي زونتربريز ولا اهم اونتربريز ديفلوبي هاد لا تكنولوجي بون تاع الفاست شارجين معروفه بزاف، دونك كاين سامسونج كاين دوطر اخرى وان بلاس فور اكزامبل، مي المعروفه خلاص هي كوالكوم. دونك عندها لا تكنولوجي تاعها سميتها كوالكوم كويك تشارج. دونك لا فيرسيون الاولى تاعها سيتي 2.0 وخرجت 3.0 ودوكا راهي في 4 بلس. دونك ماشي نهضر في 4 بلس باسكو ما كاينش، كاينه غير في شويه لي سمارت فون شويه ديفايسز وشويه لي شارجر. نهضر بلوتو على 2.0 3.0 باسكو كاين في بزاف لي سمارت فون وبزاف لي شارجر. دونك 2.0 كيما قلت لكم، دونك نهضر الفرق بين 2.0 3.0. دونك 2.0 العفسة اللي فيها سي كو الفولتاج تاع لي شارجور باغ اكزومبل راه ما كي فيكس. باغ اكزومبل كاين شارجور تلقاه يشارجي ب 9 فولت، وكاين الاخر الفولتاج تاعو 12 فولت، كاين 15 فولت، مي فيكس. باغ كونتر العفسة الجديدة اللي خرجت في الكواكوم كويك تشارج 3.0 سي كو سيستم انتيليجون ولا يسميوه نيغوشييتيف سيستم، نيغوشييشن باردون سيستم. دونك سي فريمون سيستم انتيليجون وين السمارت فون تاعك يكومونيكي مع الشارجور، و دونك يانديكي لو اشاك فوا الفولتاج اللي راه يحتاجو في هذاك ليطا. باغ اكزومبل راني في 40% نحتاج انتيل فولتاج،
Donc, ماشي un voltage fixe. Par exemple, عندك 9 فولت دي 9 فولت سي سا. La puissance elle est fixe. Non, c'était, c'est, il te بدل مع الاخر كيما ينديكي سمارتفون الشارجر تاعك. دونك هذه هي العصا الجديده في كوالكوم كويك تشارج 3.0. دونك سي سا يعني شغل ما ندخلوش في لي ديتاي بزاف باسكو فريمون يعني معقد هذه الحكايه تاع الفاست شارجر. اذا حبيتوا تقراو عليها دونك فيزيتي السيت تاع كوالكوم ندخلوا كوالكوم كويك تشارج وتشوفوا. دونك كيما راني هنا راني نشوف فيشي تاع دونك دخل تلقى كامل من 2.0 3.0 كاتيوس ينديكي لك الديفايسز بلي سمارت فون بلي تابلت بلي شارجر اللي راهي سيبورتيو هذيك لا تكنولوجي. دونك سي سا اون جينيرال. دونك الفاست شارجي انها تزيد لا بويسونس اللي راهي تشارجي بها لا باتري تاعك. يعني باغ اكزومبل انا عندي سمارت فون تاعي اسمه ان جي اكس باور 2 دونك سيبورتي عنده فاست شارجي. الشارجر تاعي كيما تشوفوا سي 2.0 سي دونك فيه كوالكوم كويك تشارج 2.0. دونك باش تبان لكم مي بون فيه لهنايا فيه شوفوا ديما في الشارجر تاعكم اي شارجر تلقاو فيه في الاوتبوت تاعو الفولتاج والامبير. دونك كيما تاعي فيه 9 فولت اي 1.8 امبير ولا 5 فولت اي 1.8 امبير. دونك من هنا تعرف لا بويسونس اللي راح تشارجي بها لا باتري تاعك. هو عنده اون كاباسيتي تاع لا باتري تاعو سي 4500 ملي امبير. دونك هنا تاني تقدر تحسبوا الوقت اللي تشدو باش تشارج لا باتري تاعكم. باغ اكزومبل نقول احنا عندك اون باتري تاع 4000 ملي امبير عندك لومبيراج تاع شارجر سي 2 امبير باغ اكزومبل تحسب 4000 ميلي امبير بار اور دونك سي 4000 ميلي دونك راح تولي 4 سور 2 دونك هادي تعطيك زوج سوايع. دونك لاباتري تاعك راح تشارجا في زوج سوايع دونك عفسة سام في الخلص. عفسة تاني لازم نهضر عليها سيكو بون شغل هي ماكش راح تلقى بروبليم سيكو باغ اكزومبل كون مش راح يصرالك بروبليم السمارت فون تاعك كون باغ اكزومبل السمارت فون تاعك ما سيبورتيش هاد لا تكنولوجي تاع فاست شارجي وتشارجيه بان شارجر فاست شارج مش حيصير بروبليم والعكس يعني كيف كيف. دونك تقدر يعني تشارجي باي شارجر باسكو اصلا لي زونتربريز لي شغل مادا بيه ما يصيرلهمش بروبليم تاع ان واحد باغ اكزومبل تفلق لو تيليفون تاعو باغ اكزومبل باسكو بلاصه شارجر ماهوش كيما نقول حنا كومباتيبل مع ديفايس تاعو باغ اكزومبل. دونك جو بونس نحبس هنا باسكو دغول ديجا فوا فيديو. دونك جيسبيغ تكون عجبتكم باسكو سي لو ماكسيموم اني نسامبليفيها ونبارتيمونتي عليها. الوغ اذا عجبتكم يا سامي ميساج ديرجع نبارتاجيها دونك يعني مادا بيه تسبورتيني. En tout cas, il y a un cas que je t'aime, je t'aime, à chaque fois qu'il me dit comme un avis de proposer, il y a un direct une vidéo. Donc, je pense que c'est dans la fin de la vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, ou salam alaikum. Qualcomm, donc Qualcomm Quick Charge. Donc quand tu regardes les différentes versions, donc par exemple qui m'a comme tu vois 2.0, il y a qui indique chaque fois d'or devices les films à l'autre qui m'a comme tu vois. Par exemple 2.0 fait tes Samsung Galaxy comme tu vois Note 9, le S7, le S8, le S8 Plus, le S9 ou le S10. Donc film Qualcomm Quick Charge 2.0. Donc qui est comme vraiment intéressé par la SNAF, par exemple des smartphones comme Idara ou Shorty supporté ou de la technologie de Qualcomm Quick Charge. Donc madame, comme vous le savez, vous pouvez vous devices le gars même les chargeurs les films de la technologie. Donc c'est pas juste le rien à côté des devices chargers etc.